أهلا بحضراتكم في مقرر أسس ومهارات الإقناع ضمن برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي. معاكم الدكتورة دعاء راضي، عضو هيئة التدريس بجامعة ميد أوشن. اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن مهارة التحدث، الاستماع والإلقاء والإقناع، واتكلمنا عن العوامل المؤثرة على عملية الإقناع وإيه هو التكنيك الإعلامي للتأثير. هنستكمل في المحاضرة التامنة من مقرر أسس ومهارات الإقناع الجزء الثاني من المهارات. المحاضرة هتتناول مهارة الحوار، هنتكلم فيها عن مفهوم الحوار، إيه الأهداف من الحوار، إيه هي أداب الحوار، إيه المراحل بتاعته، إيه المعوقات اللي ممكن تقابلنا، إيه هي سمات المحاور الجيد، وهنتكلم عن مهارة التفاوض، برضه هنتكلم عن المفهوم، إيه الشروط بتاعت التفاوض، إيه هي خطوات عملية التفاوض وسمات المفاوض الناجح، إيه هي عناصر ومراحل عملية التفاوض، وكمان إيه النصائح اللي ممكن نستفيد منها علشان نضمن نجاح عملية التفاوض. آخر حاجة عندنا في المحاضرة هنتكلم عن بناء الشخصية المقنعة. مهارة الحوار. علشان نتكلم عن مهارة الحوار لازم نعرف ايه هو الحوار. الحوار هو عملية التواصل بين طرفين او اكتر. طبعا احنا لما بنتكلم انه هي عملية تواصل يعني عندي اطراف في العملية دي، عندي المرسل وعندي المستقبل. شخص بيبعت رسالة للشخص التاني، الشخص التاني لما يجي هو يرد على الطرف الاولاني اللي هو المرسل، يتحول في الحالة دي المستقبل لمرسل ويتحول المرسل لمستقبل علشان ياخد الرسالة، ومن هنا بيحصل عملية تبادل الآراء والأفكار وتبادل وجهات النظر حوالين موضوع معين من غير وجود عوائق. الفكرة في ان يكون في عوائق او مشوشات بتأثر على تحقيق الهدف من الرسالة، لان انا لما اجي اوصل الرسالة لحد اي عائق او مشوشات بتمنع ان احنا نوصل المعنى اللي احنا عايزين نوصله للطرف الاخر. طيب لما بتحصل عملية التواصل بين الطرفين ده بيساعد كل طرف منهم ان هو يفهم التاني، يتقبل رأيه، يوصلوا القناعات مشتركة، او لو بيتكلموا في موضوع فيه مشكلة بيحاولوا ان هم يتوصلوا لحل لهذه المشكلة. النقاش يعتبر شكل اكثر عمقا من الحوار. ليه؟ لانه مرتبط باتخاذ قرار او موقف معين. يعني لو الحوار بيتوقف على فكرة تبادل وجهات النظر والاراء او حلول لمشكلات، لكن النقاش هدفه انه احنا نوصل لموقف او نتخذ قرار يتم تطبيقه بالفعل، فهنا هو النقاش اعمق من الحوار. فن الحوار بيقوم على إتقان مهارة الحوار وإدارة النقاش عشان نقدر نوصل لحوار بناء ومفيد نقدر نحقق منه الهدف من الحوار كله ونوصل الأفكار اللي احنا عايزين نوصلها. عندنا بعد كده أهداف الحوار. إيه هي الأهداف اللي احنا بنرجوها من الحوار؟ تعديل بعض المفاهيم الخاطئة وتحسين بعض المعتقدات. اول حاجة عايزين ان احنا نعدل ممكن مفاهيم تكون غلط، بنحاول نصحح وجهة نظر، بنحاول نصحح معتقد، او تهذيب وتعديل السلوك. من المهم جدا واحنا بنغير في اتجاهات الجمهور ان احنا بنبقى عارفين ان احنا عايزين نعدل سلوك معين. عشان اوصل لتعديل السلوك لازم اعمل تعديل للاتجاه. ده بيجي لما احنا بنتحاور ونبتدي نتناقش في الافكار والموضوع اللي احنا عايزين في الاخر نحقق فيه اتجاه ايجابي ونعمل تعديل في سلوك الجمهور او الشخص اللي قدامنا. اقناع الاخرين وتغيير التوجهات الشخصية. بنحاول نقنع الناس احيانا بتبني وجهات نظر معينة تخص بعض القضايا او بعض الموضوعات المهمة اللي بتؤثر في حياتهم، او انه احنا بنتقبل النقد، نقبل النقد من الاخر. فعشان نتقبل لازم نتحاور، هو ليه اللي قدامي بيقول لي نقد معين، بيقول لي رأيه ده ليه؟ اكيد عايز في الاخر ان هو يفيدني. محاولة فهم الاخرين والتعرف على ارائهم. صعب ان احنا نفهم بعض من غير ما نتكلم. الصمت مش بيعبر عن حاجة، لكن لما بنتكلم وبنعبر عن رأينا وعن وجهة نظرنا وعن خبرتنا في الحياة اللي قدامنا بيقدر يفهمنا صح. الوصول إلى صيغة من التفاهم والتعايش بين الأفراد. يعني عايزين نوصل مع بعض إن يكون في تفاهم وتعايش ما بيننا. تبادل وتكامل الخبرات. لما بنتحاور بنقدر نستفيد من خبرات بعض عشان نقدر ننمي المعارف بتاعتنا وإيه هي الخبرات اللي ممكن نستفيد منها.
بالنسبة لأداب الحوار، من المهم جدا الإخلاص وحسن النية. دايما بنفترض حسن النية في الطرف الآخر، ولما بنيجي نتكلم بنعرض وجهة النظر بكل إخلاص، وبنسمع الآخر عشان نفهم وجهة نظره مش عشان نهاجمه. فلازم يكون فيه دايما حسن النوايا ما بين الطرفين، الفهم العميق لموضوع الحوار بالنسبة للطرفين. كل ما أكون عارف الموضوع كويس، كل ما هعرف أتحاور فيه بنقاط مفيدة للناس المستمعين أو للطرف الآخر. يعني لو حوار ما بين إعلامي وما بين ضيف في برنامج حواري، وفي موضوع معين بيتكلموا فيه، لو الضيف فاهم كويس في الموضوع وعنده خبرة فيه، والإعلامي قاري كويس ومحضر للموضوع، طبعا ده هيعود بالفائدة على الجمهور، لأنه هيستفيد من طريقة الأسئلة وهيستفيد من العمق بتاع المعلومات اللي هيعرضها الضيف. التواضع وحسن الخلق، الحلم والصبر، يعني الواحد يكون عنده صبر ويسمع للطرف الآخر وجهة نظره كلها قبل لما يبتدي يسأله أو يعرضه أو ينتقده. يعني أيا كان الحاجة اللي احنا هنقدمها، بس لازم يكون عندنا صبر ان احنا نفهم الاخر بيقول ايه. حسن الاصغاء، يعني نسمع كويس، احترام الطرف الاخر واحترام الرأي الصائب. لازم نشوف انهي رأي كان صحيح وهو ده اللي احنا بندعمه او نتبناه. بالنسبة لسمات المحاور الجيد، لازم يكون عنده قدر من العلم، العلم في المجال بتاعه، في مجال الإعلام، ايه هي أسس الحوار، ايه هي الصفات اللي يتحلى بيها، علم في الموضوع اللي هيتكلم فيه، علم عن شخصية الضيف. يعني لازم بيكون في إعداد للحوار، لازم يبحث مين هو الضيف اللي قدامه، ايه هي خبراته، ايه الحاجات اللي ممكن يسأله فيها يقدر يفيد بيها الجمهور. وبرضه هو كمان بيغطي الموضوع، الموضوع لو ليه أكتر من جانب لازم يغطي الجوانب بتاعته المختلفة. إخلاص النية، إحنا بنبقى مخلصين وإحنا بنشتغل في العمل، علشان كل ما بيكون فيه إخلاص كل ما العمل بيطلع في أفضل صورة ليه. رقم 3، فهم نفسية وطبيعة الطرف الآخر. مهم بقى أكون فاهم الضيف، أشوف له حوارات سابقة، لو كان ليه حوارات صحفية أقراها، لو ليه لقاءات، يعني لو كان شخصية عامة مثلا وليه بعض الخطب أو كان في مؤتمرات صحفية سابقة، لازم أقرأ عنه وأشوف مين الضيف بتاعي وأعرف طبيعته إيه وإيه الأساليب اللي بتتناسب معاه أفضل وبتساعده إن هو كمان يتدفق في عرض المعلومات، نقدر نستفيد من خبراته. رقم 4، حسن الخطاب. يعني وإحنا بنتكلم بننتقي الكلمات بتاعتنا، بنختار الأسلوب الإعلامي اللائق، وإحنا بنتحاور بنشوف إيه الأساليب اللي ممكن تكسر شدة أو حدة الموضوع على حسب قوة الموضوع اللي بنتحاور فيه، بنشوف الأساليب الشيقة اللي بتساعد الضيف إن هو يكون في حالة التهيؤ لأنه يدي معلومات أكتر وإنه يتحاور. طبعا ده بيكون ليه فايدة على الجمهور وهو بيسمع، فإن هو بيتحاور وهو مرتاح وهو بيقدم المعلومة. حسن الاستماع، ان انا لازم اوصل اللي قدامي انا بسمعك ومركز في الكلام وباخد منك وبسأل من الكلام اللي انت بتقوله، فانا عندي حسن الاستماع. قبول الحق، يعني لو هو عرض وجهة نظر معارضة ليا او مختلفة لازم اقبل، لو هي المعلومة بتاعته صحيحة او وجهة نظره صحيحة فاحنا بنقبل بالكلام اللي بيتقال في معلومات علمية دقيقة وصحيحة. ان يكون الكلام في حدود الموضوع المطروح، يعني لو احنا بنتناقش في قضية او موضوع معين ما نتطرقش لموضوعات فرعية او جانبية تخلينا نتوه عن الموضوع الرئيسي. رقم 8، البعد عن الجدال. الجدال من الحاجات اللي بتخرج الجمهور عن انه يركز في النقاط الاساسية او الرئيسية المهمة واللي الهدف بتاع الحوار بيركز عليها، فبقدر الإمكان بنحاول نبعد عن أي جدال أثناء الحوار. رقم 9، البعد عن الإعجاب بالنفس. يعني ما كنتش أنا عندي وجهة نظر حلوة ومبسوط بيها ومعلومات فأقعد أركز عليها وأبين للجمهور إن أنا قد إيه معجب بنفسي كإعلامي، لكن المفروض إنه الضيف بيعرض وجهة نظره والإعلامي بيحاول يبرز وجهة نظر الضيف، لأنه الإعلامي المفروض ما بيقولش رأي، بيتجرد من فكرة إنه أنا موجود في الموضوع، لأ أنا محايد. الاحترافية في إجراء الحوار إني أكون شخص محايد، محايد بمعنى إني أساعد الضيف يعرض وجهة نظره وأنا بسأله، حتى لو أنا عايز يعني أناقض وجهة نظره دي أصيغ ده في صورة أسئلة
تساعد ان هو يعرض وجهة نظره، فالناس هي اللي تحكم اذا كانت بتتفق او تختلف معاه. لكن الضيف في الحالة دي بيكون هو الطرف الاساسي، والاعلامي بيساعد من خلال انه يكون محاور جيد بدون ابراز انه معجب بنفسه او وجهة نظره. رقم 10 عندنا التروي وعدم الاستعجال. المفروض ان المحاور الجيد وهو بيتكلم بيدي فرصة للضيف يتكلم، وكمان وهو بيسأل الأسئلة ما يسألهوش باستعجال، ممكن برضو يعني يتطرق لبعض المعلومات أو الإحصائيات أو الأدلة اللي عنده على ان هو بيسأل عن حاجة معينة ويستفسر عنها. دايما بنسمع ودايما بنعرض في تروي. رقم 11 الرغبة في الحوار. لازم المحاور الجيد يظهر للضيف ان هو عنده الرغبة في الحوار وعايز يسمع اكتر منه وعايز يتحاور معاه وعنده اسئلة وانه مستمتع كمان بالحوار مع الضيف. رقم 12 الاعداد الجيد لموضوع الحوار. لو احنا ما اعدناش الحوار كويس وما جمعناش معلومات عن الموضوع وعن الضيف، بيطلع الحوار ضعيف والمحاور بتاعته ضعيفة لأنه ما غطاش كل الجوانب ولا كل النقاط اللي ممكن لسه يكون الجمهور عنده فيها بعض الاستفسارات. رقم 13 الإنصات الجيد، بنسمع كويس للطرف الآخر. رقم 14 طبعا في حاجة اسمها بداية الحوار أو الاستهلال، يعني في مقدمة بتتقال عن الموضوع وعن الضيف، لازم تكون جذابة وشيقة تجذب انتباه الجمهور ان هو يكمل ويسمع بقية الحوار. رقم 15 الموضوعية، يعني ما يكونش فيه تحيز لوجهة نظر معينة، احنا بنعرض كل جوانب الموضوع وبنسيب الضيف يعرض وجهة نظره وبنترك الحرية للجمهور ان هو يتفق او يختلف. رقم 16 الصدق والامانة في عرض الموضوع، يعني واحنا بنتكلم مع الضيف لازم نعرض الموضوع بجميع جوانبه في صدق وامانة في العرض، ما نحطش معلومات مضللة، ما نحطش معلومات غير صحيحة او غير دقيقة. ومن المهم الاتزان العاطفي، ان احنا يكون عندنا اتزان ما ننفعلش واحنا بنتكلم. لو وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر المحاور لازم ان احنا نتزن في عرض الموضوعات والمعلومات واحنا بنتكلم، كل نقطة بننتقل منها لاخرى بدون انفعال او بدون ابراز الاعجاب بوجهة نظر معينة. عندنا 3 مراحل للحوار. اول مرحلة هي الاعداد، لازم المحاور يعد كويس. احيانا المحاور بيعد بنفسه واحيانا بيكون في فريق للاعداد هو اللي بيعد الحوار وبيجمع المعلومات وجميع التفاصيل ووجهات النظر اللي اتعرضت في الموضوع ده سابقا، وبيجمع معلومات عن الضيف ايه هي المحاور اللي هيناقش الضيف فيها وبيصنف الاسئلة وفقا للمحاور. الحوار بيكون ليه مقدمة وجسم وخاتمة، يعني الحوار في الأول أول ما المحاور بيبدأ بيبتدي بمقدمة عن الضيف وعن موضوع الحوار، وبعد كده بيبتدي يدخل في الأسئلة اللي هي دي ده جسم الحوار أو التفاصيل بتاعة الحوار، وفي آخر أو في نهاية الحوار بيعمل ختمة بيلم فيها وجهات النظر اللي اتعرضت والمعلومات، وبيحاول يعمل ملخص سريع وبيشكر الضيف في نهاية الحوار. نيجي بعد كده للمرحلة التانية اللي هي مرحلة التنفيذ. مرحلة التنفيذ اللي هو بقى خلاص المحاور هيقعد مع الضيف، المكان لازم يكون مريح، لازم يكونوا يعني هما الاتنين مرتاحين. طريقة العرض أثناء الإلقاء، المهارات بتبان لأنه كمان بيكون في عندنا تعبيرات الوجه، حركات الإيدين، الحركات بتاعت الجسم نفسها، أوضاع الجسم بتبين قد إيه هو المحاور مهتم، بينصت للضيف، مركز في الكلام اللي بيقوله. فبيكون عندنا الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي في مرحلة التنفيذ. في مرحلة التقويم لما خلاص خلصنا الحوار بنحاول احنا نشوف ايه العيوب وايه المميزات. ليه بنعرف العيوب والمميزات؟ عشان العيوب بعد كده بنحاول نتفاداها، والمميزات عشان بنحاول نركز عليها في اجراء الحوارات فيما بعد. الحوار الناجح ليه مجموعة من الخصائص،
بيتميز بإيه الحوار الناجح؟ لازم يكون ليه هدف مفهوم وواضح بالنسبة لموضوع الحوار. يعني احنا بنسميه حوار يا إما رأي يا إما حوار معلومات، أنا عايز أخد إيه، أو حوار شخصية. يعني إما الحوار موضوعه هو الشخص أو الضيف نفسه، ممكن يكون بيتكلم عن تاريخه وإنجازاته، ممكن يكون شخصية مهمة أو شخصية عامة الناس عايزة تعرف عنه أكتر، ده حوار شخصية. وفي حوار المعلومات، لأ ده أنا عندي قضية أو موضوع كبير، فإحنا عايزين الضيف يستعرض أو يعني يقول لنا إيه المعلومات الجديدة في الموضوع ده، يستعرض وجهة نظره، المعلومات، الخبرات بالنسبة للموضوع. أو إن هو حوار رأي، فالموضوع فيه يعني وجهات نظر متعددة بصرف النظر عن المعلومات أو الحقائق اللي فيه أو اللي هنستعرضها، لكن هنا هنركز على رأي الضيف، هو ليه بيتبنى الرأي ده، وبيبتدي يقول أسباب اللي ورا تبنيه للرأي ده، بيفند الرأي عشان يقنع الناس بإيه هي وجهة النظر دي وليه هو بيتبناها. احنا كده اتكلمنا عن الثلاث أنواع للحوار، فاحنا لازم يكون عندنا هدف واضح من إجراء الحوار. بعد كده عندنا عقد الحوار في مكان وزمان مناسبين، يعني لازم يكون المكان والوقت مناسب للطرفين، للمحاور وللضيف. وجود استماع إيجابي بين أطراف الحوار مما يساهم في استمراريته. لما بيكون في حوار أو في نقاش في موضوع معين بيبقى في أطراف كتير، طالما نقاش أكتر من شخص، لكن لو حوار أنا بين طرفين خلاص، لا في الحالة دي بيكون المذيع أو الإعلامي والضيف. إحنا الهدف من الحوار إنه إحنا يكون الحوار فيه استماع إيجابي، كل واحد بيسمع وجهة نظر الآخر، إيه الآراء، إيه الأفكار، إيه المعلومات اللي بيقدمها. هنا بيحصل تدفق للحوار واستمرارية. عدم تركيز الحوار على جزء معين منه على حساب الأجزاء الأخرى. يعني لو أنا عندي الموضوع له أكتر من شق أو له أكتر من بعد، لازم الحوار يتضمن جميع الجوانب، ما نركزتي في جانب واحد فقط ونغفل باقي الجوانب، ما يبقاش بنركز على جانب وناخد الوقت كله فيه ونغفل بقية الجوانب، فيبقى واحد جي على حساب الآخر. استخدام الحوار بأسلوب مختصر وواضح وبسيط دون وجود إطالة في الكلام. الأسلوب بيكون مختصر واضح عشان يوصل وجهة النظر للجمهور ببساطة وسهولة من غير الإسهاب أو الإطالة في الكلام. طبعا بنعتمد على الأمثلة والأدلة والشواهد علشان نقنع الأطراف الأخرى وطبعا نقنع الجمهور. يجب أن تكون نهاية الحوار إيجابية وهادئة، يعني الخاتمة بتكون هادية، بتلخص جميع الكلام اللي اتقال أو جميع الجوانب بتاعت الموضوع أو وجهات النظر اللي اتعرضت. نستكمل مميزات الحوار الناجح أو الخصائص اللي بتميزه، إنه يكون في تأني في الحوار، يعني لازم ده بيؤدي لثقة في الغالب ما بين الأطراف. لما بيكون في تأني معناها إن احنا بنسمع الأطراف الأخرى علشان نعرف نوصل رأينا ونستفيد من آراء الآخرين في إن احنا نعمل تدفق واستمرارية في الحوار. التركيز على أهم الكلمات أثناء الحوار، بمعنى إنه إحنا بنختصر رأينا أو وجهة نظرنا أو المعلومات اللي بنعرضها، إن إحنا نركز على أهم الكلمات المفيدة اللي توصل المعنى بشكل مباشر وواضح. الحرص على استخدام طرق متنوعة في تكرار الأفكار، يعني لما أجي أكرر فكرة عشان أكد عليها أو أقنع الأطراف الموجودة أو الجمهور، لازم أستخدم طرق متنوعة، أعرض بأكتر من أسلوب عشان ما يكونش فيه ملل في الحوار. التنويع في نبرة الصوت أثناء الحديث، طبعا وإحنا بنتكلم لازم يكون فيه، بنستخدم الوقفات، بنستخدم نبرة الصوت العالية والمتوسطة والواطية، إمتى بعمل تأكيد على الكلام عشان تنويع في نبرة الصوت بيقلل من الملل. تغيير طبيعة سرعة الحوار على نحو متدرج، والتوقف قبل وبعد الحديث عن الأفكار ذات الأهمية. التوقف والتأكيد على الكلمات، لما بنقف أو نأكد على كلمة ونعمل سكتة بعدها معناها أن الكلمة دي مهمة أو الفكرة دي مهمة. تجنب رفع الصوت والصراخ، يعني الواحد لما بيزعق ويبقى الحوارات فيها يعني وجهات نظر فيها مشادات كلامية، في الآخر اللي بيحصل إنه الناس ما بيوصل لهاش المعنى. فالأفضل في الحوار إن احنا نوصل وجهة نظرنا، كل ما بيكون عندنا أدلة على الكلام اللي بنقوله ده هو اللي بيقنع الناس، بيكون مؤثر. ليه؟ لأن خفض الصوت بيساعد الناس إنها تستوعب الكلام وتركز في الأفكار اللي بيتم عرضها، ده بيساعد الجمهور اللي هو ينجذب للكلام ويتأثر بيه كمان. عندنا كمان من خصائص الحوار الناجح ان احنا نعتمد على ثلاث حاجات مهمة: تعابير الوجه، التواصل البصري، حركة اليدين.
بمعنى أنا عندي تعابير الوجه اللي هي إيه؟ الحركات أو الإيماءات اللي إحنا بنعملها بعضلات الوجه. ليه؟ لأن هي بتوصل المعنى المكمل للكلمات اللي إحنا بنقولها. يعني هنا ده اتصال لفظي مكمل، هنا اللي مكمل ليه بيكون الاتصال الغير لفظي بتعابير الوجه أو التواصل البصري بالعيون اللي بتتوزع ما بين الأفراد بالتساوي أو طرفي الحوار. كمان حركة الإيدين اللي بتساعد إن إحنا نشكل انطباع إيجابي عن الشخصية اللي بتتحاور، اللي هي بتأكد الكلام. فحركات الإيد مع التواصل البصري، تعبير الوجه، حتى أوضاع الجسم بنتحرك لقدام معناها الانتباه. فهنا التواصل عشان يكون إيجابي لازم ننتقي إيه هو تعبير الوجه المناسب، إيه طريقة التواصل البصري أو الحركات أو أوضاع الجسم الصحيحة. عندنا معوقات الحوار. من معوقات الحوار سوء اختيار المكان والزمان. ليه؟ لأنه لما بختار مكان وزمان مش مناسبين للضيف أو للأطراف المشتركة في الحوار، اللي بيحصل إنه الناس بتكون مش في الحالة إن هي تدي المعلومات الصحيحة بالترتيب المناسب ليها بكل الطاقة بتاعتها، إن هي تقدر تتناقش وتعرض وجهات النظر لو كان التوقيت غير مناسب ليها. لو كان المكان مش مريح، الضيف بيكون قاعد مش مرتاح، مش عارف إن هو يركز في تجميع المعلومات أو ترتيبها بالطريقة أو الأسلوب اللي هو شايف يكون مناسب أو أفضل حاجة عشان توصل وجهة النظر للجمهور والأطراف الأخرى. كمان يبقى المحاور عنده كبر أو سوء الخلق، يعني سواء من المحاور أو من الضيف. الحقيقة أنه ده بيعمل نوع من العائق في التواصل ما بين الطرفين وعرض وجهات النظر. كمان الغضب والانفعال بيخلي الأطراف ما تسمعش وجهات النظر بطريقة صحيحة ولا تقتنع بيها، لأن الغضب والانفعال مش بيوصلوا وجهة النظر بصورة صحيحة، ولكن أن يكون في أدلة وبراهين هو ده الأفضل والأنسب. عدم الاستماع والإنصات، لما الأطراف مش بتسمع بعض اللي بيحصل أن وجهات النظر بتكون غير مكتملة، واحد بيتكلم والتاني بيقطعه، وبالتالي وجهة النظر بتوصل غير مكتملة، فالحوار مش بيكون مثمر زي ما احنا متوقعين. الثرثرة وكثرة الكلام، يعني نبقى بنتكلم حوالين الموضوع كلام بعيد عنه أو بنحكي في تفاصيل كتيرة تخرج الجمهور والأطراف الأخرى من التركيز في موضوع الحوار الأساسي، أو يكون في بعض المشوشات، يعني حد بيستخدم مصطلحات غير مفهومة وما أمشي بشرحها، وبالتالي مش بتوصل المعنى بتاعها للجمهور، فبيحصل تشويش دلالي لأن المعنى ما وصلوش بصورة صحيحة، أو أنه في أصوات خارجية، أو أنه في ضوضاء حوالينا في المكان. فيعني في مشوشات عديدة ممكن تكون موجودة تؤثر على تدفق الحوار والاستفادة منه. تحول مسار عملية الحوار إلى جدال. يعني الحوار ليه هدف ان احنا بنتطرق لبعض النقاط، بننتقل منها بشكل متدرج وبترتيب منطقي. فاللي بيدخل في الجدال وبيمسك نقطة واحدة معينة ويركز فيها ويبتدي يعرض وجهة نظره فيها، ويبقى في شد وجذب ما بين الأطراف فيتحول لجدال، الحقيقة في الآخر الحوار ما بيكونش مثمر لأنه تحول من حوار لجدال. كمان من معوقات الحوار خلو الحوار من عبارات الثناء والمدح، بمعنى انه اثناء الحوار لازم المحاور يمدح الضيف او يمدح الاطراف اللي مشتركة في النقاش، لانه لما بيبقى في ثناء على وجهات النظر او المعلومات اللي بيتم طرحها او الخبرات، ده بيشجع الاطراف على ان هم يعرضوا وجهات نظر اخرى او يأكدوها بالادلة والبراهين ويعرضوا من المعلومات والخبرات اكثر، وبالتالي ده بيؤكد او بيقنع الجمهور بوجهة النظر المعروضة وبيعمل اثراء للحوار. كثرة عبارات العتاب والذم واللوم، يعني لو حد قال وجهة نظر وحد بيعاتبه وفي لوم، الكثرة بتاعت العتاب واللوم بيخلي في حاجز نفسي ما بين الأطراف وهي بتتحاور. مهاجمة الشخص المحاور للضيف أو للضيوف الموجودين معاه في النقاش أو الحوار، ده بيخلي الأطراف مش عايزة تتكلم أو تاخد النهج. برضو نفس فكرة الهجوم، اللي بيهاجمني أنا هرد عليه بهجوم، فممكن تتحول لي يعني نوع من المشادات أكثر منها حوار بناء
بيهدف لإنه يوصل رسالة للجمهور. عدم إدراك أن الخلاف أمر طبيعي، يعني قد نختلف في وجهات النظر، وده شيء طبيعي جدا إن يكون فيه اختلاف، علشان دايما اختلاف فيه يعني إن إحنا بنعرض وجهات نظر متنوعة، بندي مساحة للجمهور إن هو يختار من وجهات النظر المتنوعة بما يتناسب مع قيمه ومبادئه وثقافته ويعني قدرته على إن هو يحكم أنهي الأصلح بالنسبة لي. اللف والدوران في الحديث يعني إن إحنا نبقى عمالين بنلف حوالين النقطة اللي إحنا عايزين نوصلها بيتوه الجمهور، مش بيوصل للهدف بشكل مباشر. اختلاف الأجيال وتباين المفاهيم، طبعا عبر الأجيال بيحصل تطور، وبالتالي بيحصل اختلاف في المعلومات والمفاهيم ووجهات النظر. لما بيبقى في نقاش، التقريب بين وجهات النظر بيحتاج ان احنا نسمع بعض عشان نشوف الفروق ما بين وجهات النظر المختلفة اللي نتجت من اختلاف الأجيال وتباين المفاهيم. مهارة التفاوض. لما نتكلم عن مفهوم التفاوض هنلاقيه عملية نقاش متبادلة بين طرفين. ليه؟ لأنه النقاش في الحالة دي أو الحوار القائم هدفه أنه يكون في تسوية ما بين مصالح متعارضة، يعني كل طرف منهم عنده وجهة نظر أو عنده هدف معين عايز يحققه. لكن الهدف من التفاوض أن احنا نبقى بنتحاور أو بنتناقش، يعني المعادلة أن الطرفين يكونوا مرضيين. أهمية التفاوض بتكمن في ضرورة الوصول إلى حل للخلاف أو للنزاع بين الطرفين. مهارة التفاوض بتتطلب أن يكون في نوع من المرونة عند الطرفين، لأن كل ما بيكون في مرونة وفي صبر على أن احنا نسمع الطرف الآخر ونفهم وجهة نظره ونعرف إيه الهدف اللي هو عايز يحققه، ونحاول نوصل مع بعض إحنا الاتنين أن احنا نحقق كل واحد فينا الهدف بتاعه من غير ما يضر الآخر، ده بيكون أفضل حل في عملية التفاوض اللي تمت. عملية التفاوض هي عملية مباحثات بتتم ما بين طرفين أو أكتر، كل واحد فيهم بيكون شايف أو عنده وجهة نظر، وبيكون يعني عنده مصلحة عايز يحققها من التفاوض، وفي نفس الوقت متحكم في مصادر حاجات الآخر، يعني عنده نوع من السيطرة على جزء من حاجات الطرف الآخر، وهما الاتنين عندهم تبادل في المصالح وعايزين يوصلوا لحل مشترك. الحل المشترك اللي عايزين يوصلوا له بيكون الهدف منه هو تغيير الأوضاع. طبعا عايزين نغير الأوضاع بتكون للأفضل. ليه؟ لأنه مصلحة الطرفين إن هما الاتنين يحققوا الهدف بتاعهم. من التعريفات السابقة نستنتج إيه هي عناصر التفاوض. أول حاجة عندنا التفاوض ما بين طرفين أو أكتر من طرف. عندنا في موضوع أساسي للتفاوض التوصل إلى اتفاق مقبول نسبيا، يعني إحنا في الآخر عايزين نحقق أو الهدف بتاعنا من التفاوض إن إحنا نوصل لاتفاق مقبول يرضي الطرفين نسبيا. شروط التفاوض. عندنا 5 شروط أساسية. أول حاجة يكون عندنا القوة التفاوضية. إيه هي القوة التفاوضية؟ هي مدى السلطة التفاوضية، بمعنى ان كل طرف من الاطراف بيكون عنده مصلحة او عنده قدرة على انه يتحكم في بعض من مصالح الطرف الاخر، فعنده القدرة على ان هو يكون متحكم في جزء من احتياجات الطرف الاخر. هنا بيبقى فيه زي ما في مصلحة لكل طرف، في عند كل طرف منهم السلطة انه يتحكم في مصلحة الطرف الاخر، وعشان كده بيكون في عملية التفاوض عشان يقدروا يوصلوا لحل وسط. المعلومات التفاوضية ان يكون عندنا معلومات كافية عن الخصم او عن الطرف الاخر. القدرة التفاوضية هي مدى البراعة والمهارة والكفاءة في إجراء التفاوض. عندنا الرغبة المشتركة، توافر رغبة حقيقية لدى الأطراف المتفاوضة لحل مشاكلهم، كل طرف منهم لازم يكون عنده الرغبة في إجراء التفاوض. بعد كده عندنا المناخ المحيط، لازم تكون القضية أو الموضوع بتاع التفاوض موضوع حيوي أو جدير بأنه يتم التفاوض من أجله. خطوات عملية التفاوض. لما بنيجي نحدد الخطوات هنلاقي انه اول حاجة لازم نقدر نحدد مين الخصم وايه القضية اللي احنا هنتفاوض من اجلها. كل ما بيكون في درجة من الحساسية او القرب او الاهمية للشخص والموضوع،
كل ما بتكون عملية التفاوض محتاجة ان احنا نقدر نحدد الهدف بدقة ونستخدم فيها مهاراتنا ببراعة. المناخ نفسه حواليها او الجو واحنا بنتفاوض لازم يكون مهيئ للطرفين من اجل التفاوض في هدوء بدون ما يكون في انفعال او ما تحصل مشكلة. لازم كل طرف يقبل الخصم، يعني كل واحد بالنسبة له الطرف الاخر هو الخصم، فلازم الطرفين يكونوا قابلين عملية التفاوض وقابلين ان الطرف الاخر ده هو الخصم اللي هيتفاوض معاه. التمهيد لعملية التفاوض الفعلية والاعداد لها تنفيذيا. عملية التفاوض بتحتاج ان احنا نكون عندنا يعني معلومات كافية عن الموضوع وعن اطراف التفاوض، وكمان بنعد النقاط اللي احنا عايزين نتناقش فيها وايه الاهداف اللي احنا عايزين نحققها او النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها في نهاية التفاوض. بعد كده بنبتدي جلسات التفاوض الفعلية وبنحاول ان احنا نوصل لاتفاق نهائي ويكون هو ده الاتفاق اللي بيرضي الطرفين. سمات المفاوض الناجح. الشخص اللي هيقوم بعملية التفاوض له مجموعة من السمات اللي بتساعده ان هو ينجح في عملية التفاوض. اول حاجة الحكم السليم على الامور. اثناء ما احنا بنتفاوض كل واحد بيطرح الرأي او وجهة النظر، في الحالة دي هو محتاج انه يكون عنده القدرة انه يحكم هل الكلام ده في مصلحته ولا مش في مصلحته. طب لو مش في مصلحته ايه الحاجة اللي تخليني ان انا اقبل الكلام ده في حالة الاتفاق ان هو يكون في مصلحة الطرف الاخر بدون ما يكون هيسبب ضرر على مصلحتي. يبقى هنا احنا بنحاول ان احنا يبقى في مصالح مشتركة ما بين الطرفين، فاحنا بنحكم على كل الكلام اللي بيتقال لنا اثناء التفاوض، فلازم يكون عنده حكم سليم عشان ينجح في النهاية انه يصل لاتفاق يرضي الطرفين. النقطة الثانية الاستعداد والالتزام بالتخطيط. لما بنيجي نحدد موضوع التفاوض والاطراف اللي هنتفاوض معاها لازم نستعد، لازم نكون محددين ايه هي النقاط اللي عايزين نتناقش فيها، ايه المعلومات اللي احنا محتاجينها اثناء النقاش عشان نقدر نتفاوض بصورة صحيحة، نخطط لاجراء عملية التفاوض بما يتوافق مع الطرفين وبما يرضيهم، علشان في الاخر الاتفاق لازم يكون فيه اتفاق نسبي في مصلحة الطرفين. لازم يكون عنده الحكمة والصبر والانتظار. ليه؟ لانه التفاوض بيحتاج الشخص يكون عنده مرونة عالية عشان يقبل يسمع وجهة نظر الطرف الاخر، يقبل يسمع العرض اللي بيعرضه عليه والاتفاق اللي هم عايزين يوصلوا له. قد يكون في الاتفاق في حاجات لا تتوافق مع رؤيته او وجهة نظره او مصلحته النهائية، فهو في الاخر لازم يتعامل بنوع من المرونة. انا حوافق على جزء لكن في جزء اخر اعرضه بطريقة فيها يعني الاقناع، استخدم هنا مهارة الاقناع في اني احاول اوصل الطرف الاخر انه انا قبلت جزء انت كمان بتقبل جزء عشان نطلع احنا الاثنين كسبانين من عملية التفاوض. القدرة على الاستماع بعقل متفتح. يعني ايه؟ يعني احنا كل ما بنسمع الاطراف الاخرى ونحاول نفهم وجهة نظرهم ايه الفايدة اللي هتعود عليهم وعلينا من العرض اللي بيعرضوه او من الافكار اللي بيتم طرحها، في الحالة دي احنا بنسمع واحنا مستوعبين للاطراف الاخرى، واحنا كمان عايزين نحقق الهدف اللي يسعى لتحقيق مصلحة الطرفين. عادة الشخص اللي بيكون مسؤول عن عملية التفاوض بيكون هو القائد او مدير او هو الشخص المنوط بيه ان هو يقوم بعملية التفاوض مع الاطراف الاخرى. في الحالة دي الشخص ده بما ان هو المسؤول عن عملية التفاوض بيكون في معاه فريق مساعد. الفريق بيساعده في ان هو يخطط لعملية التفاوض، يجمع معلومات كافية عن الاشخاص او الاطراف الموجودة في عملية التفاوض، يجمع معلومات عن موضوع التفاوض بحيث ان هو يكون عنده القدرة على جمع اكبر قدر من المعلومات والتخطيط الجيد والمناسب لعملية التفاوض في الوقت المناسب. فالفريق بيكون مساعد ومعاون ليه. ومن سمات المفاوض الناجح انه يقبل يكون عنده شجاعة في الاستعانة بالفريق المساعد. تاني حاجة عندنا هي الثقة بالنفس. اثناء التفاوض مهما كان قوة الشخص اللي قدامي في عرض الاراء وقوة الاقناع، كمان الشخص لازم يكون عنده ثقة في نفسه انه هيعرض وجهة نظره والافكار اللي عنده
بثقة وإنه عنده القدرة على إقناع الأطراف الأخرى مهما كان عندهم من حجج وأدلة وبراهين. هو كمان هيستخدم أكيد استراتيجيات متنوعة تساعد على إقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظره. كمان سرعة البديهة، سرعة البديهة في عرض الأفكار بما يتوافق مع الأطراف الأخرى بتعرضه. كمان سرعة البديهة في عرض الحلول اللي بتتناسب مع الكلام أو مع ترتيب الأفكار اللي بيتم طرحها. إمتى أبتدي أعرض البدائل؟ محدش بيعرض البدائل كلها أو الحلول مرة واحدة، ولكن بيعرضها بشكل تدريجي علشان يقدر يوصل للحل النهائي اللي هو بيطمح إليه. بعد كده عندنا التفاوض بفاعلية مع الطرف الآخر وكسب ثقته. لازم ان هو يكون طبعا الطرف الآخر اللي احنا بنتفاوض معاه، يعني عشان اكسب ثقته لازم اعرض له انه انا كمان مهتم بمصلحتك، زي ما انا مهتم ان انا اطلع كسبان انا مهتم ان انت كمان تطلع كسبان. عناصر عملية التفاوض بتشمل أول حاجة درجة الانتفاع المتبادل بين طرفين أو أكتر. يعني لو أطراف التفاوض بينهم انتفاع متبادل، بيكون الهدف من التفاوض في الآخر هو إن إحنا نحقق تبادل في المصالح. يعني إحنا ليه بنقول انتفاع متبادل؟ لأن إحنا النقاش كله بيدور في إن كل طرف منهم بيعرض وجهة نظره عشان نوصل لاتفاق المصالح ما بين الطرفين، فيكون اتفاق نسبي يرضي الأطراف كلها. كمان ان يكون في خلاف من البداية ما بين أطراف التفاوض، لأنه ليه أصلا بيتم عملية التفاوض؟ ما هو لازم تكون في وجهة نظر مختلفة أو في اختلاف ما بين الطرفين، وهما الاتنين بيتناقشوا عشان يوصلوا في النهاية لحل وسط يرضي الطرفين أو يتفقوا على الحل بصورة في الآخر ممكن تكون يعني لمصلحة طرف على طرف، أو الأفضل بيكون إنه الاتنين بيطلعوا كسبانين من عملية التفاوض والاتنين حققوا ولو جزء من مصلحتهم أو من الهدف الأساسي من عملية التفاوض. كمان عملية التفاوض لازم يكون فيها تكافؤ الفرص للأطراف المتفاوضة، لأن كل طرف منهم بيحاول إنه يشارك الآراء ووجهات النظر والمعلومات اللي عنده بغرض محاولة التأثير على الطرف الآخر. وهنا بتيجي عملية الإقناع، وإحنا بنتكلم في الإقناع إن أنا في الآخر عايز أسيب أثر عند الطرف الآخر. فعملية التأثير عليه بتعتمد على قدرة الشخص المفاوض إن هو يقدر يقنع اللي قدامه بالمعلومات أو بوجهة النظر أو الآراء اللي بيقولها، وإنه قد إيه هيكون ده في مصلحة الطرفين. كمان إن يكون في احتمال للاتفاق، ففي عملية التفاوض المفروض إنه بيكون في مساحات للاختلاف. زي ما في مساحات للاختلاف كمان بيكون في مساحات للاتفاق. يعني الغرض من عملية التفاوض مش ان احنا بنختلف للاختلاف، ولكن احنا بنناقش الاختلاف عشان نوصل للاتفاق اللي يرضي الطرفين ويحقق المصالح المشتركة ليهم هما الاتنين. بالنسبة لمراحل عملية التفاوض عندنا 4 مراحل. أول مرحلة وهي مرحلة مهمة جدا هي الإعداد. ليه مرحلة الإعداد مهمة؟ لأن كل طرف فيهم بيستعد لعملية التفاوض قبلها بفترة كافية، بيجمع المعلومات الضرورية عن الطرف الآخر، عن موضوع التفاوض اللي هيتم، بيحط البدائل وبيحاول يفكر فيها. طيب الإعداد الجيد بيساعد كل واحد فيهم انه يكون عنده الثقة الكافية وهو بيعرض وجهة نظره او بيعرض الاراء الخاصة بيه اللي تساعد في الوصول لحل في الاخر بيحقق جزء من مصلحته او بيحقق مصلحته كلها. في المرحلة دي المفاوض يقدر يستعين بفريق يساعده في الاعداد او ان هو يستعد لعملية التفاوض. الفريق المعاون بيكون ليه دور، كل واحد فيهم بيكون عنده من المهارات ما يكفي انه يغطي جانب من جوانب الموضوع او انه يساعده في جمع المعلومات والبيانات والاحصاءات والادلة والبراهين على كل بديل من البدائل اللي هيتم طرحها. لانه عشان اقنع طرف اخر لازم يكون عندي ادلة على انه الكلام ده بيحقق مصلحة للطرفين. فالفريق هنا بيكون ليه دور في ان هو يجمع التفاصيل اللي بتساعد على ان احنا نختار البديل الاصلح والافضل والاحسن، وكمان ازاي ان احنا هنعرضه بالطريقة اللي تتناسب مع عملية التفاوض في وقتها. وده يتوقف على سمات المفاوض في انه ينتقي البدائل ويعرضها اثناء عملية التفاوض.
المرحلة التانية في عملية التفاوض هي مرحلة تقييم البدائل. كل طرف بيكون عنده نقاط أو وجهة نظر عايز يعرضها. النقاط دي خلينا نقول إنه فيها مساحات من الاختلاف ومساحات من الاتفاق. لما بنقيم البدائل بنحاول إن احنا نحدد فين هي مساحات الاتفاق ما بيننا وما بين الأطراف الأخرى. لو احنا عندنا أكتر من مساحة اتفاق بنحاول ننتقي منها الأفضل لينا وليهم، يعني للطرفين، بمعنى إنه المساحة المقبولة عند طرفي التفاوض هي دي اللي هتساعد على إن احنا نوصل لاتفاق نسبي. ومن هنا بتيجي عملية تقييم البدائل. وكل ما بيكون المفاوض عنده القدرة على إنه ينتقي أو يقيم أنهي بديل هو الأفضل اللي يبتدي بطرحه علشان يقدر يوصل لنقطة القبول عند الطرف الآخر، كل ده ما بيكون أفضل في تسهيل عملية التفاوض والوصول إلى حل يعني مشترك أو نسبي يرضي الطرفين بطريقة أسهل وفي وقت أسرع، وبيقلل عملية الشد والجذب في عملية التفاوض. المرحلة الثالثة هي مرحلة تحديد الاهتمامات. معناها انه كل طرف من الاطراف بيحاول انه يعمل تقييم حقيقي لاهتمامات ومصالح الطرف الاخر. ليه؟ لانه احنا بنعرض وجهة نظرنا عشان نقنع الطرف الاخر بوجهة نظرنا او بحل معين، لازم يكون كمان احنا حاطين في اعتبارنا مصالح الطرف الاخر، لانه لازم هنتوقع انه قد يرفض او يقاوم او يعترض، فلازم يكون عندنا رد على المقاومة والاعتراض والرفض بأدلة وشواهد مقنعة انه الحل ده هيكون في مصالح الطرفين. فلما بنضع في اعتبارنا مصالح الطرف الاخر ده بيسهل عملية التفاوض في ان احنا نقدر نحدد اهتمامات الطرفين وان احنا نقدر نوصل لحل يرضي الطرفين. وبيكون الغرض من ده ان احنا ننجح في عملية التفاوض وتكون عملية التفاوض فعلا فعالة في الوصول لحل نسبي يحقق المصالح المشتركة. المرحلة الرابعة هي مرحلة المقايضة والمصالح المشتركة. الغرض من اي عملية تفاوض ما بين طرفين او مجموعة من الاطراف ان هم عايزين يوصلوا في الاخر ان هم يحققوا المصالح المشتركة اللي ما بينهم. فعشان يقدروا يلجأوا لتحقيق المصالح المشتركة كل واحد فيهم بيحاول يتبادل مع الاخر جزء من هذه المصلحة، يعني يعملوا نوع من التوازن في المصالح، المقايضة اللي هي هات حاجة وخد بدلها حاجة تانية. فانا ممكن اتنازل عن حاجة عايز احققها في مقابل ان انت هتحقق لي حاجة تانية، والعكس صحيح، انت كمان هتتنازل عن حاجة في مقابل ان انا احقق لك حاجة تانية، وهكذا. المقايضة انه انا اديك جزء من الحاجة اللي انت عايز تحققها وانت هتوافق على انك تحقق لي جزء من المصالح بتاعتي. فهنا بنعمل نوع من التوازن في تحقيق المصالح. عندنا مجموعة من النصائح لنجاح عملية التفاوض. أول حاجة عندنا العمل على إيجاد وصنع مناخ ودي جيد أو رسمي قدر الإمكان. يعني يا إما إحنا بنتفاوض في جو ودي، يعني في بينا قدر من التفاهم واستيعاب للطرف الآخر وتقدير عالي جدا، أو بنتفاوض بشكل رسمي زي ما بيتم ما بين المؤسسات أو الشركات. حتى لو كان في يعني في أثناء التفاوض جانب ودي، لكن يعني بيكون في الآخر هدف ولقاء رسمي بقدر الإمكان علشان كل واحد يعرض وجهة نظره من غير ما يجي على حساب الطرف الآخر، وفي الآخر يقدروا فعلا يحققوا الهدف بالوصول لاتفاق يحقق مصالح الطرفين. إعطاء الطرف الآخر انطباع بأنك حريص على المصالح المشتركة. الانطباع ده بيساعد ان يكون في ثقة ما بين الطرفين. كل واحد مش بس بيكون يعني عايز يعرض وجهة نظره وعايز بس يحقق مصلحته، لكن معنى ان انا كمان بحط في اعتباري مصلحة الطرف الاخر يبقى انا حريص عليها. من المهم جدا التمتع بأداب الحديث مع الاستماع الجيد، يعني زي ما انا هتكلم بأسلوب مهذب وشيق وجذاب ومقنع، زي كمان ما انا هسمع الطرف الاخر كويس عشان اعرف احلل النقاط اللي هو بيتكلم فيها واقدر ارد عليها بما يتوافق مع النقاط اللي انا عدتها بصورة جيدة. عدم التسرع في الرد على اراء المفاوض الاخر، ما ينفعش ان احنا نتسرع في الرد، قد يطرح نقطة ممكن يكون الواحد مش محضر
مستهتر ليها او مش جاهز في الرد عليها، فلازم يتأنى في الرد، او انه عنده من المعلومات الكثير والبراهين والأدلة فعايز يعرضها كلها مرة واحدة فيتسرع في عرضها، في حين انه ممكن اثناء عملية التفاوض يحتاج بعض المعلومات دي في نقاط متقدمة فينتظر ويعرض وفقا للنقاط اللي بيتم طرحها. عدم الدخول في تفاصيل فرعية للموضوع بقدر الإمكان عشان ما يحصلش تشتيت، يعني احنا بنحاول نركز على الهدف من عملية التفاوض في الموضوع الرئيسي أو الأساسي بدون التطرق لتفاصيل تخرجنا عن الهدف بتاعنا اللي احنا بنهدف إليه. أثناء كمان عرض الموضوع لازم نبقى بنرتب النقاط اللي احنا بنعرضها في الحوار مع الطرف الآخر بالنقاط اللي احنا ممكن نكون متفقين عليها أو اللي بتسهل عملية الاتفاق مع الطرف الآخر. إيه أهم النقاط اللي احنا ممكن تكون مشتركة ما بيننا محققة مساحات اتفاق؟ هي دي اللي نبتدي بيها، ما نبتديش بمساحات الاختلاف. ده كمان زائد إن احنا لازم ندي فرصة كاملة للطرف الآخر إنه يعرض موقفه، يعرض المعلومات اللي عنده، لأنه في مبادئ لإدارة المعلومات، كل واحد فينا بيعرض وجهة نظره، آراءه، معلوماته، الأدلة والبراهين على الكلام اللي بيقوله. كمان بنحاول وإحنا بنتكلم نتكلم بصدق بأمانة، يكون في ثقة ما بيننا متبادلة أثناء الحديث، إن كل واحد فينا بيثق إن الطرف الآخر هيعرض وجهة نظره بصورة صادقة وهيعرض ما يتفق مع مصلحة الطرف الآخر. بنحاول نوصل لحل وسط يساعد في تحقيق الأهداف التفاوضية، حتى لو احنا مش عارفين نحقق الأهداف الكاملة اللي احنا نفسنا نحققها، لكن على الأقل الحل الوسط هيرضي الطرفين وهيطلع الاتنين مبسوطين أو في تحقيق لنجاح عملية التفاوض بالاتفاق على حل وسط، حتى لو ما كانش حل يحقق جميع الأهداف الكاملة لعملية التفاوض. التفاوض الناجح هو التفاوض المقصود ان يكون فيه اربح اربح، يعني كل طرف يطلع حقق مكاسب من عملية التفاوض، حتى لو مش هيحقق 100% من الاهداف اللي كان حاططها او عايز ان هو يحققها، لكن هيبقى حقق جزء من اهدافه. فلما الطرفين بيحققوا يعني يا اما الاهداف كلها او اجزاء من اهدافهم اللي كانوا حاطينها، فبيكون في الحالة دي طرفي المعادلة اربح اربح، الاتنين كسبوا، فبتكون نجحت عملية التفاوض. كمان أثناء التفاوض المفروض إن احنا مش بنبالغ في رد فعلنا ولا بنكون عاطفيين، يعني احنا بنتعامل بشكل منطقي، ما ينفعش نتعاطف مع الطرف الآخر بزيادة فنيجي على مصلحتنا احنا، أو العكس، أو إن احنا نتعاطف مع نفسنا فنيجي على الطرف الآخر. رد الفعل لازم يكون متزن، لا نفقد الصبر ولا كمان نكون مستفزين للي قدامنا، يعني الطبيعي إنه احنا عندنا صبر، بنتحلى بيه، بنعرض وجهة النظر بطريقة مهذبة شيقة مقنعة بتعتمد على الأدلة، بعيدا عن أن احنا نستخدم ألفاظ قد تثير غضب الطرف الآخر. نحاول أن احنا ما نضغطش بالكلام على اللي قدامنا أكتر من اللازم، لدرجة أنه نخسر عملية التفاوض أو أنه الطرف الآخر يرفض استكمال عملية التفاوض. كمان ما بنوافقش على حاجة احنا مش عايزينها، حتى لو احنا حاجة عايزين نرفضها بنحاول نكون عندنا قدر من الدبلوماسية في ان احنا نرفض الشيء ده، او ان احنا نعبر عن عدم الموافقة، وقد نطرح بديل اخر يعبر عن ان احنا مش موافقين على ما يتم طرحه. بنتدرج في عرض الامتيازات بشكل تصاعدي، يعني احنا بندي الحلول او البدائل بشكل تصاعدي وفقا للحوار او النقاش على حسب النقاط اللي بيتم طرحها، مش بنعرض النقاط كلها مرة واحدة ان احنا نقول كل الحلول اللي عندنا. بناء الشخصية المقنعة. بناء الشخصية المقنعة بيتطلب ان احنا نبني الثقة في النفس. عشان اقدر اأثر في الاخرين لازم الاول يكون عندي ثقة في نفسي، انا عارف ايه قدراتي، عارف ايه مهاراتي، عارف ايه نقاط القوة عندي اللي اقدر استفيد بيها، فاعرف
أتكلم بكل ثقة علشان تكون كلماتي ليها الواقع اللي أنا عايزه أو الأثر اللي أنا عايزه على الجمهور اللي بيسمعني أو على الطرف الآخر اللي بيسمعني. كل اللي أنا بكلمه في الحالة دي هيكون الكلمات ليها قدر عليه من التأثير. كمان الثقة بالنفس بتعتبر من أبرز عناصر المعنويات والإرادة. كل واحد فينا أكيد بيمر بعقبات، بيمر بظروف ممكن تؤثر على ثقته بنفسه، لكن دايما الإرادة القوية هي اللي بتساعد وبتعزز إن احنا نستعيد الثقة بالنفس. كمان لما بنحاول إن احنا ننمي مهاراتنا ونعززها بالمعلومات والثقافة والتدريب اللازم، ده بيساعدنا إن احنا يعني نصقل شخصيتنا بالمهارات اللازمة اللي تساعدنا إن احنا نقدر نرفع من الروح المعنوية والإرادة عندنا، وبالتالي نقدر نتفوق في المجال بتاعنا ويكون لنا تأثير على الأفراد حوالينا. لما بنتكلم على رفع الروح المعنوية هنلاقي ان هي ليها قواعد وعوامل ونتائج ومظاهر على الفرد بتخليه يعبر عن نفسه من خلالها. ايه هي قواعد المعنويات؟ هي العقيدة، انا عندي مبادئ، عندي قيم معينة. القيادة لما بلاقي نفسي ان انا في موقع ان انا اقود افراد واؤثر فيهم، كل واحد من مكانه هو قائد، مش شرط انه يكون في منصب معين علشان يبقى مدير على الناس، لكن هي الفكرة كلها في القيادة ان احنا بنتبادل الخبرات ونؤثر في الآخرين. الإرادة إن أنا أرفع من روحي المعنوية وإن أنا أعزز ثقتي بنفسي وإن أنا أصر على إن أنا أنجح مهما كانت العقبات أو الصعوبات بنحاول نتخطاها ونكمل. بيساعدنا على ده إن يكون في تدريب كافي لمهاراتنا عشان نقدر نرفعها، فده هيساعد في زيادة الثقة في النفس. الثقة في النفس هي من الأسس اللي بتساعد في بناء الشخصية المقنعة القوية، لأن هو ده الأساس بتاعنا، هو ده اللي بيخلينا إن احنا داخليا نكون أقوياء. ولما احنا بنكون أقوياء داخليا ده بينعكس على أسلوب التحاور بتاعنا، أسلوب الإقناع بتاعنا، قدرتنا على إن احنا نواصل ونستمر في إقناع الآخرين والتحاور والتفاوض والنقاش والوصول لنجاحات عديدة. طبعا كل ما بنتخذ قرارات بناءة وصحيحة تؤثر في الآخرين بالإيجاب، كل ده كمان ما بينعكس علينا في زيادة الثقة في النفس. كمان بيكون ليه واقع إيجابي على الآخرين أو أثر إيجابي على الآخرين، وهو إقناعهم بالحاجة اللي احنا عايزين نقنعهم بيها والحاجة اللي احنا بنريد أو بنهدف إن احنا نحققها. بالنسبة لأشكال الثقة عندنا 3 أشكال من الثقة. احنا متفقين انه الثقة اساسا بتكون داخل الفرد، لكن في اشكال اخرى احنا بنتعامل معاها زي الثقة في الجماعة. احنا كلنا بننتمي لمجتمعات، بننتمي لمجموعة من المؤسسات اللي احنا بنعمل فيها، يعني بنقتنع بدورها في التأثير في المجتمع وفي الافراد حوالينا، فاحنا كمان لينا دور في وسط هذه الجماعة. قد ايه احنا عندنا رضا في هذا الدور واحنا بنقوم بيه، قد ايه احنا عندنا علاقة ورغبة في الاستمرار بالعمل الايجابي والشعور بثقة في هذه الجماعة. كل ما بيكون في محددات وقيم ومعايير بنعمل في اطارها، كل ما احنا كمان بيكون عندنا ثقة قد ايه ان احنا عندنا العمل منظم وان احنا واثقين ان احنا هنحقق هدف في وسط هذه الجماعة. ومثال على ده، لو احنا فريق بيعمل منتج اعلامي معين وكل واحد فينا ليه دور في المنتج النهائي اللي هيطلع، احنا قد ايه في بينا تفاهم، قد ايه في بينا ثقة في دور كل واحد فينا ان احنا هنقدر فعلا نقوم بالمهام المطلوبة ونأديها على اكمل وجه، وبالتالي ده بيكون معناها في ثقة في الناس حوالينا اللي هي الجماعة او التيم او الفريق بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه، وبالتالي ده بيساعد في نجاح الهدف اللي احنا حاطينه عشان نوصل في الاخر للنتيجة النهائية اللي احنا بنطمح اليها. الشكل التاني عندنا من أشكال الثقة هي الثقة بالسلطة. زي ما احنا كمان ممكن نكون في موقع القيادة والمشاركة في ان احنا نساهم بأدوار إيجابية للتأثير على الآخرين، احنا كمان بنتأثر بالسلطة. قد ايه السلطة بتمثلنا، قد ايه هي عندها شعور بأهميتنا وأهمية المكانة بتاعتنا، قد يكون المدير بتاعنا، القائد، الأنظمة في الدول، القوانين التي تعبر عن احتياجاتنا وعن حقوقنا، قد ايه ان احنا حاسين انه في عدالة
في دفاع وحماية للأفراد داخل هذه المنظومة وهذا المجتمع، وهنا بيكون في الحالة دي ثقة في السلطة. رقم 3 عندنا هي الثقة بالنفس، وزي بقية جوانب الشخصية في جانب بيكون وراثي وجانب بيكون مكتسب من البيئة ومن طبيعة العوامل والظروف الاجتماعية والمعايير التي تشكل التفاعلات ما بين الأفراد. بينبع من هنا عوامل أخرى هي اللي بتساعد على أنه تتشكل الثقة في النفس. الثقة وبناء القدرات، كل واحد فينا بيكون عنده قدرات شخصية بيحتاج ان هو يقويها ويبنيها ويحاول يرتقي بمستواها، عشان ده هيساعده ان هو يوصل افكاره وآراءه بصورة اكبر قربا من قلوب الاخرين، وبالتالي هيكون عنده قدرة على التأثير فيهم بشكل اكبر. من القدرات دي ان احنا اول حاجة عندنا هي القدرة النفسية. القدرة النفسية بتتشكل من ان احنا بنكتسب بعض العادات النفسية السليمة، بحيث ان احنا يكون عندنا صفات ايجابية. زي ايه؟ زي تقبل الاخرين، ان احنا نتقبل الناس، نحب الناس، يكون عندنا مبادرة ايجابية تجاههم بالمساعدة، بان احنا نوضح اراء او حاجات تساعدهم في رفع مهاراتهم. الفهم السليم الواقعي للنفس وللاخرين، يعني دايما يكون في حسن الظن وحسن النية في التعامل مع الاخر. كمان نفهم الظروف والاحداث ونفسرها في ضوء ما يحدث بصورة صحيحة، علشان ما يكونش في عندنا تهويل او تعظيم للامور، ولا كمان ان احنا نقلل من شأن الامور اللي بتحصل، لكن نحط كل حاجة في نصابها الصحيح، وبالتالي نقدر نحكم على الامور بثبات نفسي واتزان. عندنا بعد كده القدرة العقلية والفكرية. القدرة العقلية والفكرية بتعكسها درجة المعرفة، مستوى التثقيف والتعليم والتدريب. طيب ليه كل ده بيؤثر في القدرة العقلية والفكرية؟ كل ما بنتعلم ومستوى التعليم بتاعنا بيعلى، كل ده ما بيساعد على انه يرفع المهارات العقلية والفكرية بتاعتنا. كل ما المستوى التثقيف بتاعنا بيعلى، كل كمان ما طريقتنا في التفكير بتختلف، وبنقدر ان احنا كمان نحكم على الامور بصورة عقلانية اكتر. تراكم الخبرات واكتساب المهارات العقلية والفكرية ممكن نسميه الذكاء المتعلم. ليه؟ لان احنا بنكتسبه، احنا بنكتسب المهارات وبننميها لما بناخد معرفة، وكمان بنتدرب على المهارة، فبنسميها الكفاءة. لانه الكفاءة بتعني ان انا اكتسب معرفة معلومات كثيرة، زائد انه اتدرب على المهارة وارفع مستواي فيها، وبالتالي ارفع قدراتي العقلية والفكرية. عندنا كمان القدرة الروحية، بتيجي من ايه؟ ان احنا عندنا دايما اعتقاد في المبادئ والقيم، ده بيخلي في نوع من الثقة بالهدف اللي احنا عايزين نحققه. في عندنا رغبة في ان احنا نوصل من خلال ان احنا نتعلم، من خلال التربية اللي بنحصل عليها داخل البيوت او في المدارس، او من خلال المجتمع والانتماء الى بعض الانشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتواصل مع الاخرين في اطار يهدف لتحقيق الذات والتأثير على الاخرين. كل ده بيساعد ان هو يبني القدرة الروحية، طول ما احنا عندنا هدف وارادة عايزين نحققها، وعندنا مبادئ وقيم بتساعدنا ان احنا نوصل لتحقيق هذه الاهداف. من مظاهر الثقة بالنفس ان احنا يكون عندنا قدرة على التماسك واحنا بنعرض الموضوع او بنحاول نقنع الاخرين بوجهة نظرنا بدون ارتباك، لانه انا عندي ثقة في المعلومات اللي انا عدتها، عندي ثقة في قدرتي على الاقناع، الاستراتيجيات اللي انا هستخدمها وانا بقنع الناس، عندي براعة في الاعمال الصائبة والمبتكرة، يعني عندي القدرة على الابتكار، وعندي القدرة على اني اختار المواضيع اللي انا هقدر احقق فيها نجاح بطريقة صائبة وبطريقة فيها حكمة ومرتبطة بخبراتي وتعليمي وثقافتي، وبالتالي عندي القدرة على الحكم على الامور. كمان عندي تفاؤل النجاح، وعندي إيمان إنه هيكون في توفيق، القوة والإصرار والحماس في تنفيذ المهام. أنا عندي القدرة إن أنا أكمل في تنفيذ المهام مهما كانت الصعوبات، من أجل الوصول لتحقيق الهدف المطلوب.
كمان من مظاهر الثقة بالنفس القدرة على تركيز الانتباه. لازم أكون عندي القدرة على أني أنا أركز في الحاجة اللي أنا هعملها أو المهام المطلوبة مني أو الهدف اللي أنا عايز أحققه. كل ما بيكون عندي القدرة على التركيز، كل ما بيكون عندي القدرة على إنجاز المهام في وقت قصير، وبيكون عندي القدرة على إتقانها بشكل أعلى. التعاون في الأعمال المشتركة، كل ما بتعاون مع الآخرين مهاراتنا بتكمل بعض، بيكون عندنا ثقة لما بنتبادل الآراء وبنبقى متأكدين إنه القرار اللي احنا بنتخذه صحيح. كمان الوضوح والثبات، كل ما بيكون عندنا ثقة في نفسنا بيكون ده باين في الكلام اللي بنقوله، لأن عندنا وضوح، عندنا ثبات على الرأي، عندنا بعد نظر في اتخاذ القرارات تجاه الأمور اللي احنا عايزين نتخذ فيها قرارات هامة وصائبة. عدم التردد والشك، كل ما بيكون عندنا ثقة في نفسنا مش بنتردد ولا بنشك في انه قراراتنا غير صحيحة، لان احنا واثقين بناء على المعلومات والخبرات والتعليم وكل ده ان احنا عندنا ثقة في القرار اللي بنتخذه بدون شك فيه. خلينا نكون عارفين الإصرار على الحق يبني قوة الشخصية. طول ما احنا على حق وعندنا دايما الصدق في اتخاذ القرارات، قول الحق واحنا بنتكلم مع الناس، كل ده ما بيساعد انه شخصيتنا تكون قوية وعندنا ثقة فيها، لان احنا واثقين ان احنا كلامنا جاي من منبع بيعتمد على الادلة والبراهين والاثباتات اللي بتبين قد ايه ان احنا على حق. واحد اهم المقومات التي تساعد في بناء قوة الشخصية المقنعة هي الاصرار على الحق وعدم التنازل في اي حق تعتبره صادقا ومحقا لارائك واهدافك. وكل ما بيكون فيه صدق واحنا عايزين نوصل للهدف بتاعنا واحنا على حق، كل ده ما بيساعد على ان احنا شخصيتنا تكون قوية، لها قدر كبير من التأثير على الآخرين. استعرضنا من خلال المحاضرة الثامنة لمقرر أسس ومهارات الإقناع الجزء الثاني من مهارات الإقناع. اتكلمنا عن مهارة الحوار وتناولنا فيها المفهوم والأهداف والآداب وإيه هي المراحل والمعوقات وإيه هي كمان سمات المحاور الجيد. اتكلمنا عن مهارة التفاوض واتكلمنا فيها عن المفهوم وإيه هي شروط عملية التفاوض، خطوات عملية التفاوض وسمات المفاوض الناجح، وإيه هي عناصر ومراحل عملية التفاوض، وإيه النصائح المهمة اللي ممكن تساعدنا في نجاح عملية التفاوض. كمان اتكلمنا في المحاضرة عن بناء الشخصية المقنعة وإيه هي أسس وعوامل بناء الشخصية المقنعة اللي بتساعد في عملية الإقناع والتأثير على الآخرين. المراجع المقترحة للمقرر، هنا عندنا مجموعة من المراجع اللي احنا ممكن نعتمد عليها في الاستزادة وان احنا نزود معلوماتنا. المحاضرة بتاعت اليوم اعتمدت على بعض منها، لكن هي فيها بعض الروابط اللي نقدر ندخل ونقدر نحمل منها المرجع الاصلي. هنا بنستعرض اهم المراجع. شكرا على حسن الاستماع لهذه المحاضرة من مقرر أسس ومهارات الإقناع ضمن برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي، وبالتوفيق إن شاء الله.